فيها؟ تلاقيش يا رشا، انا عندي خطه هتعوضنا كل اللي فات. ما كفايه الخطط بقى اللي جابتنا الارض دي. انا خططي كلها ناجحه، واللي حصل ده بسبب الخيانه مش سوء تخطيط مني. الغلط غلطك عشان انت وثقت في الناس الغلط. رشا بص ايدك، انا مش ناقص. اعملي حسابك بكره الصبح تقومي بدري عشان تعملي لي توكيل، عشان عايز ابيع الفيلا دي ومحتاج المليون جنيه اللي معاك. نعم يا اخويا. معلش، محتاج اكبر سيوله ممكنه عشان اقدر اقف على رجلي من تاني. الفلوس دي فلوسي مش فلوسك انت. وانا وانت ايه يا حبيبتي، ما احنا واحد. لا يعني احنا اتنين، وانسى ان انا هديك مليم واحد. انت اكيد بتهزري. انا بتكلم بجد رشا، بقولك محتاجهم، ساعديني وقفي جنبي. اسفه، ما عنديش استعداد اديك اللي عندي عشان تضيعه زي ما ضيعت اللي عندك. ايوه بس ما تنسيش ان انا اللي اديتك الفلوس دي، وانا اللي كتبت لك الفيلا باسمك. يعني الحاجات دي اصلا بتاعتي. كانت بتاعتك، انما دلوقتي مالكش فيها. ايوه بس انت كده بتبيعيني. ابيعك واشتري نفسي احسن ما نخسر احنا الاتنين. معقول انت تعملي كده؟ انت يا رشا، ده انا اشتريتك في وقت ما كانش ليكي تمن فيه. ده انا عملت عشانك اللي ما كنتش اتخيل ان ممكن اعمله في يوم من الايام، عشان اشتريكي واحافظ عليك. والله كل اللي عملته عملته بمزاجك، محدش كان غصبك عليه ولا ضربك على ايدك. انا صدمتي فيك انت اكبر من الفلوس. مش قادر اصدق ان كل اللي اعمل لهم يخونوني بالمنظر ده. معقوله؟ معقوله عشت العمر ده كله اختار الصاحب الغلط والست الغلط؟ لا 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 لا، انا اكيد في كابوس، كابوس تقيل قوي ومش عارف اصحى منه. انت اللي جبت الكابوس ده لنفسك، ولازم تخرج نفسك منه زي ما دخلت نفسك فيه، ومن غير ما تطلب مساعدتي. انا ما صدقت يبقى عندي فلوس وفيلا، ومش مستعد اضحي بيهم عشان خاطر اي حاجه. حتى لو الحاجة دي تبقى انا؟ انت بالذات لا يمكن ادي لك حاجة لانك متهور، وهتاخد فلوسي تضيعها وتضيعني معاك زي ما ضيعت نفسك. رشا رشا،